اليوم يوم قمت لا مكيف البارح يا رجل. انا بشرك ما قدمت مكيف انا. لا والله انا طاقم. لا والله مكيف. انا فيني ميزه كويسه، افتح مكيف اللي بالصاله وافتح الباب خليه يجيني. اما في الغرفه لا والله ما شاء الله عليك. ان شاء الله عندك غرفه. ايه احبك سنين. لا باقي اللي يرقد في مقلط بالفرش ولا في المجلس. لا راح الجيل ذا اللي ينام بالماء. لا لا من الطيبين والله مو صار. والله العظيم ماجد اخبرك قلبي. الناس الحين عندها جناح مطبخ مستقل ما بين مجلس مقلط دورات انتم. اسمع احيانا طلع الحوش. اسمع الحين الناس عندهم لا تزوج لا تزوج. اسمع مطبخ مستقل علي مطبخ مستقل جناح كامل. ايش فيكم جناح البيوت اجنحه. الله اجنحه طيب بتطير. جناح 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 جناح. انت سويت جناح سويت. تعرف وين مكانه. سويت سويت مفتاح بس. ان شاء الله تبارك الله. راح الجيل اللي في الملحق يرقد ولا في مقلط. لا لا والله موجودين. والله والله موجودين. جناح تكون ليش عادي اذا موجود. الجناح تكون من غرفه ماستر. تقول ماستر هو قاعد بالعربي يعني دورات بالعربي 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 ما اعرف. غرفه ودوره مياه. غرفه ودوره مياه وغرفه حق الدواليب ومطبخ. الدولاب لها غرفة. الدواليب لها غرفة. الدواليب لها غرفة. إيه. يرجع أنا قاعد أقول لكم مقلط. ودي حق الدواليب لها غرفة. لا لا زي المدخل كذا. زي المدخل هذا دواليب. إيه. أول ما. ومطبخ أمريكي كذا ركن. ركن صغير تسوي فيه كوفي. أنا عند الدوام. البيت. أنا عند لمية الإشارة ذي يقول في زار. أبي عيش العيش يا رجل. والله يا رجل عاد لقيت مقلط ومجلس هاي. بيت الشعر في مجلس مقلط. والله من الدفا والنوم الزين. والله شكي والله. والله انه ممتاز. خليك على الرتم هذا. شو اسوي هذا هذا نوم شو ما جي نوم لك كذا. لكن دحين جيت احط لي دولاب مسفر مسفر كيف ضحتنا في الريجي ماسكر ذا وش عندنا ضيوف يا ولد شيل بست كذي خليها تروح. وين خلوها خلوها تعيش. هذه حيوانات حيوانات لو تعرف القيل والقال والامور النهي كم عاد جاتك ما تفارق المنتجع. انتم لازم اسوي لكم مبادره عن الرأفه بالحيوان. لازم اسوي لكم عشان تفهمون. على قولت الروج مبادره رايحه مبادره جايه. خلوا الواحد يحرك بيجي وايده. خلوا بس درت ان الميلة. لا لا والله خلاص خلاص من سالفتكم بعد مقال شيء. اقول لكم شيء. لا والله لا جد والله انا من الناس ايش تحب الناس شفت فكر الموضوع ذا الناس شفت الحين عطني ال 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 مضبوط طيب بعد عطني ولعه يا اخي انا رف فيها رف انت خذ خذ هاي ولعت العزبه احنا على يا اخي لا في ولعت العزبه جايبها هو من داخل لا 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 ولعت والله اقطمه ولعت العزبه على شوك احنا بنرجع موضوع الدستر ذا يا ارجع على دستر رجال بعدين هذه بلها يعني شرح طويل جد عيال كيف تحط الدواليب غرفه للدواليب انا ما عندي غرفه ليه انت غرفه ترقد فيها عشان تدور غرفه الدول حطها هذه غرفه خلاص خلنا نعلمه خلنا نعلمه الموضوع عشان نطلع منه طال عمرك انا بعلمك على حاجه الحين الغرفه الماستر في بعض الناس تسوي غرفه لحالها على قولتهم يعني متر في ثلاثة يحطها دولي شيخينها بس هذا الحال متر في ثلاثة متر متر في ثلاثة انا ابي متر في متر خليك سريع نعم الله تخيلك هذه زنزانه انت كيف يا ولد خفف علينا النايم في المنور في المجلس في المجلس مجلسكم كم متر مش يسمونه ذا ستة في سبعة والله نحلى نومة ثلاث مكيفات تكره اوه ثلاث مكيفات لا والله انت الشيخ اللي راقد في مجلس هذا مكيفات والشمس دخلت مع الدريشة عليك وين؟ الشمس لا لا صبحك مع الدريشة يا زيد تصميم البيوت الجديدة يا الربع اللي يحطون شتر قلبت لا تكفي ليل شراية ما تدري انت مصبح الله الله ممشي ما تدري بعد كنت انت مطورين لازم اعيش حياتي ما بعيشتها في 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 حتى ستاير مو بشرط الهذا مسفر بالرميث انام في ستاير ها نمت في السطح والله انام في السطح طب زين في ستاير يجي تحتها بلاك اوت شيء اسمه بلاك اوت يا اخي عربي يا ابي هذا قهوه هذا سوداء لا لا قهوه قهوه ذي هذه قهوه لا يا ابن الحلال قهوه امريكيه ايه هذه تكون خلف الستاير يعني خلف اوت بلاك اوت تغطي لك يا رمت تباس تغطي لك الشمس والدنيا ما تشوف شيء نهائي طيب انا بشوف ستاير لا بعضهم يبغى بعضهم يبغى يرقد كانه في ليل وهو نهار يا رجال تغطي لك عشان تدخل الجو ترقد الشبابيك كامل قلبي يعلمني يقول في شمس ما ابغى هذا هذا هو قلبك صح هذا مع سايف والله ما تكفلها واتحدى خالد غارس المهم فيه فيه علوم بيرجع غرفه الدوليب ثلاثة متر او أربعة متر في اثنين في ثلاثة اللي يجي على حسب المساحه سيب 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 مثلا تحط دروجك
والله. عشان لا 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 ملابس لا طاحت او زي ما قال فهد او خمسه غرفه دروج. غرفه كامله اربعه بخمسه كذا تكون دروج كلها يوم دخلت الغرفه ما لقيت الا بس السرير ركن ركن عاد اقول لكم شيء اللي ما احب ارقد على المركه حرام قال لك انك شايب يا هذا من النظام الاول اقول لك شيء حقين المورات وقف اقول لك شيء يا نومه المركه هذه هي اللي سببت للعالم الصداع واجع رقبه يا رجال والله لا جاك الصداع راسي صداع من المركه اللي انت نام فيه جيب لك مخده طال عمرك تنام عليه عليه فهمت؟ جيب لك مخده اشترها ب 40 ريال تنام على مركه ليه؟ زين طال عمرك كمك دقت اللطمه وقلت عمرك الله اي وتقوم تقول اي راسي رقبت لا عادي الفقره اللي ورا مزعجتني صدريه موجوده والله تراها مشي مكان نوم يا عيال هو المكان وال اخي تقولون النوم الممتازة وش هي؟ إذا سافرت برا تنام لك أربع برا ساعات. برا وين يعني في الرياض؟ ثلاث ساعات ها؟ وين برا في الرياض الشرقية؟ لا يا أخي برا برا. سعد الغرمول. سعد الغرمول. تصحى. سعد. الشباك مفتوح البلكون قدام. أنا ما طلعت برا المملكة في حياتي. زين. الأجواء. هذه بروح في أنا نمسا. من هو في الجنة؟ أنت تدري؟ الله يرزقنا وياكم الجنة. الله الله ما منك. إنها جنة جنة برضه. حياتي كلها. أقصى مرة ثلاث مرات. قطعت حياتي كلها. والله خلاص أنا بقيت خير مرات. هذا أبشرك. هذا راح جزر المالديف ما يعرف. والله ما أدري. الحين ما أحد يحتاج يسافر برا. روح للعلك دقيقه انطرت سافر واحد كان هايط والله في واحد كان هايط تقول تسدد ديون وشاب ومدري وين حتي 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 وين رحت لهم ها المهم ما جاء المجال ما جاء المجال هو جيته وقلت له محفول اسمع عشان الدنيا ما جاء المجال اول ما طلعنا قلت محفول مكفول يلا مشينا على اوروبا ما عاد له عذر اوروبا على طول فشكه قال انا باقي بروح اسوي اثر باقي غير الاوراق اللي ما خلصها علم ثاني ما خليه يجيب على جعك علم ثاني شهر كامل يبي له شهر كامل بذمتك اي عشان ياخذ بس دق لك الرجال الثالثه لا يا هذا بعد الساعه 6 سولفوا بها اللي قال بنكلمكم سعيد سعيد بعد الساعه 6 بعد الساعه 6 رجعنا بعد الساعه 6 عشان كذا قوم عارفها نرجع محور الدولي نرجع الحديث محور يلا دولي أنا لو أطلع برا المملكة يا شيخ ما أرقد لين أرجع. ليه؟ عشان إيش؟ ما شفت برا المملكة. وش برا؟ وش إيش أنت تتخيل برا المملكة؟ يلا. وأنا بقول. أبي أشوف عشب. عشب. عشب أنا برا. لا. ما في أحد من شبابنا؟ لا ما في. حقين كاريزما؟ لا ما في والله. لا ما تجذب اجل ما في لا ما تجذب لا مو بتجذب لا خايف منه لا 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 بيجيب سكر ولا قصدك الاثنين ذولا لا اسمع بيبيعهم